طيب تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي بعد المباراة ونشوف مستر موسيماني قال ايه عن مباراة اليوم. لا بفضل الله في الأسئلة على طول. هتدي أي سؤال؟ تفضل يا فندم. الوقت ما جيت النادي ما فيش مره كلمت كلمه واحده عن الزمالك. I'm 10 months here. Never spoke about Zamalek. 8 اشهر عمري ما بتكلم عن الزمالك. Why should I speak about Zamalek today? ليه اتكلم النهارده؟ هو سؤال برضه عشان اللي ما سمعش بيقول دلوقتي في ظل المنافسه وماتشات متتاليه على طول والزمالك متقدم بنقطتين شايف ان المنافسه لسه موجوده ولا في صعوبه فيها؟ فبيرد بيقول ان من وقت ما جيت من 8 شهور عمري ما اتكلمت عن نادي الزمالك، اتكلم ليه دلوقتي؟ I have respect for Zamalek. انا بكن احترام لنادي الزمالك. And I understand they are competitors. وانا فاهم المنافسين. Okay, there was a coach before Zamalek who was speaking against Ali, the one who left. كان في مدرب قبل كده في الزمالك كان يتكلم عمل تصريحات ضد النادي الاهلي. What's his name? Pacheco. I never spoke about that. انا ما ردتش وهو ما اتكلمتش. I don't know if the coach that is at Zamalek is speaking about Ali. ما اعرفش دلوقتي الكوتش الحالي للزمالك ولا حاجه الزمالك بيتكلم عن الاهلي ولا لا. But me, my job is to speak about Ali. بس انا دوري وظيفتي نتكلم عن الاهلي. I must focus on my team. مركز مع فرقتي بس. Okay. And the competition. Yes, there is a competition. We know that. منافسة عارفين في منافسة موجودة لسه. But we can't worry about what we can control. بس ما نقلقش على الحاجة اللي احنا ما لناش تحكم فيها. What we can control is our last games. اللي لينا سيطرة عليها ومتحكمين فيها ماتشاتنا الفاضلة بتاعتنا احنا. And God knows, only God knows what's going to happen. وربنا بس وحده يعلم ايه اللي ممكن هيحصل بعد كده. Next period, we have a pressure in the games, winning games in rule, and we want to win what the team has to win to different countries. Did you prepare any fantasy? You have to win the next games, and you have many games in rule. Did you have a plan B for any subs or any something or any injury for the other players? Plan B for what? بقول ايه يعني خطة بديلة إيه لو حد اتعور يعني ولا ايه بالظبط؟ Yeah, because maybe it's happening some injuries or something. Do you have a player or suspension or something like that? Do you have another plan for that? Yes, that is. We are where we are in those situations because why Sharif is not here? Because overloading. Because he's been playing many games. هو السؤال برضه عشان اللي ما بسمعهوش هو بيقول برضه في ظل يعني الماتشات المتتاليه كتير وضغط ممكن يحصل اصابات او ممكن يحصل مثلا ايقافات انت عندك خطه بديله فبيقول لي خطه بديله ازاي؟ فحضرتك قلت له على اساس لو حد يغيب انت عندك بديل فقال لك هو ده اللي حصل محمد شريف اهو في ظل ضغط الماتشات اهو غايب لان حصل له شد وخرج. And because he's been playing too many games and who is the first person I always substitute whenever we play? Sharif. عشان لعب ماتشات كتيرة جدا ومين كان أول واحد دايما بيلعب أول تغييرة بعملها كان شريف بطلعه أريحه. Because I foresaw that he can have this problem and that's why I always substitute him. برضه ممكن يحصل حاجة زي كده يحصل مشكلة دي فكنت دايما بغيره في الأول عشان أحافظ عليه. But he's scoring for us. بس هو واحد بيسجل لنا لعيب بيسجل لنا. And also he wants to be the one who scores more goals like any other striker. So if you want to keep him outside. عايز برضه يبقى هداف الدوري يبقى يجيب أجوال كتير زي أي راس حرب برضه عنده. لو طلعته بره بضيع فرصه. I've kept him outside one of the games or two games. شو ماتشين هيحته بره. عشان يقدر يعمل هيحته الماتشين الجايين عشان يقدر يعمل ريكفري عشان يقدر يرجع تاني يستشفى ويقدر يرجع تاني الماتشين الجايين. I'm trying to decrease the load on the players. بحاول اقلل الضغط البدني على اللاعبين. That's why I play Saad, give him a chance. عشان كده النهارده سعد سمير ادينا فرصه مشاركه. And وحيد. وحيد. And Sulaya also. وسوليه فاهم هو بيحاول قدر الامكان يريح لعيب في الفرصه. حتى في حته الارتكاز ساعات نازل ديانج ساعات نازل حمدي سوليه بيحاول يغير. حسين عنده مشكله في رجله فعشان كده طلعه بدله غيره. بنحاول نحافظ على اللعيبه بقدر الامكان. But I know why because we know why we are in this position. بس انتوا عارفين ليه واحنا كلنا عارفين ليه احنا في الموقف ده. It's because we are the team in 9 months who played 14 games on Champions League.
الانديه الفريق في 9 شهور لعب 14 ماتش في بطوله افريقيا. Played 4 games on the Egyptian Cup. لعب into the final. لعب برضه في الكاس مصر اللي هو لغايه النهائي البطوله اللي فاتت اللي خدناها. Played the World Cup. ولعب كاس عالم. Played the Super Cup. لعبنا كاس السوبر. That's where we are. عشان كده لعبنا ماتشات كتير عشان كده. And that's why we don't have a fresh team. عشان كده فرقتك مش فايقه مجهده. And I prefer to have this. افضل يكون عندي كده مجاهدين بالشكل ده يعني يبقى فريق فايق وفريش وما اكسبش حاجه قبل كده. انا افضل اشارك واتعب على احسن يكون مريح وما اكسبش حاجه. عشان كده احنا عارفين احنا ليه في الموقف ده. بنحاول نحافظ عليه. يعني مثلا ساعات بيطلع معلول بحطه واحد يمكن احافظ عليه. بحاول بس افوق الفرقه. اتفضل يا فندم. Congratulations for the winning of tonight. Thank you, Habib. Especially the first shot. الأولاني. They have a good performance for the team and creative. We have many opportunities to score. And sometimes when you maybe one or two small mistakes can change the score defensively. Yes. What is evaluation for the small mistakes happening with the team, especially that you used to train the team one day defensively and second day offensively, so the defensive part can you see have some mistakes? What is evaluation for that? Yeah. And we can't correct this. We can't say we don't have mistakes in our defense. We have mistakes. ما أقدرش أقول ما عنديش أخطاء دفاعية. عندنا أخطاء دفاعية موجودين. Because في أخطاء موجودة. If you don't have the mistakes, must keep zero behind. لأن ما عندكش أخطاء دفاعية تخرج بغير أهداف تخش فيك. We do not keep zero behind. Last match. الماتش اللي فات دخل فينا النهارده الحمد لله الشباك نظيفه ما دخلش فينا جوان بس الماتش اللي فات دخل. So if you want to keep zero behind you can play the last 5-4 games play 0-0-0-0-0-0-0 and get 4 points out of the last 4 games and I will look good that I did not concede a goal. بقول تمام مش اهتم بس ان ما يخش فيها اجوان وما تسجلش. يعني انا ممكن الماتشات الجايه دي ما يخش فيها اجوان ويخلص الماتشات 0-0-0 واخد ماتش اخد نقطه من كل مباراه وهبقى سعيد ولا ما دخلش فيها اجوان. But you did not win. لكن مش هنكسب. And if there's a team in the Premier League that can play 36 games. وفي أي فرقة ممكن تلعب 36 ماتش في الدوري من غير ما يخش فيها ولا جول ممكن ينزل درجة تانية. ممكن يبقى فيك لو عملت 0-0 كده طول 36 ماتش وما دخلش فيه جوان بس عايز درجة تانية. العبرة بالتسجيل مش بالأهداف. طبعا أنا بلعب بجيب جوان فمش هقدر أحافظ على شباكي النظيفة على طول دايما هيخش فيها جوان ده طبيعي. بس أفضل إن شاء الله. والنهاردة أهو خرجنا من غير ما يخش فينا أهداف. اتفضل. Congratulations for the winning time. The good performance, especially the first half. You know, the first half was better than the game of Smile. The match is match. ثاني سؤال الجمهور اللي دايما بيتكلم من اخدت معمول 4 ماتشات الجايه. هو في شويه سؤال اتسال على الماتش. احنا كل اسئله بره الماتش مش مشكله. لا انا اول حاجه النهارده الاهلي بدا كويس جدا. حاسس ان هو لقى كهربا وهو النهارده عجبنا بدايه الماتش وبدايه الكوره كانت كويسه جدا. فده الجمهور الاهلي عايزه دايما ان هو يتطور. ثاني حاجه الاهلي دايما عنده مشكله لما بيخلي يتطور 10 دقائق ربع ساعه بيبدا مستوى. Okay. The final question about the game. Okay, we play a very good first half, especially when Vicky Karaba coming back to us for the ball. It was perfect and was a good performance. But the problem, when we score early, we have a problem to protect the game and the share the performance of the team. What's your relation for that? The games are different. The matchup is different. Tonight, we just have to keep zero behind and keep the ball. And نحافظ على الجوان وما يخش فيك أهداف. Last time we were eager to go and score the second goal. الماتش اللي فات حاولنا نطلع ونجيب جون التاني. After scoring the first goal. بعد ما جبنا الجون الأول. The opponent never attacked once. They only went one time. الإسماعيل ما راحش على الجون غير بكرة واحدة اللي جه منها الجون. Cross and they scored. عملوا كروس عمل أوفر وجابوا جون. I think we were also surprised about the goal. إحنا ابتدينا اتفاجئنا برضو من الجون اللي جه فينا من الفرصة الوحيدة اللي. They were never there. كنش موجودين خالص عندنا في 18 بتاعتنا. So sometimes we win 4-0 last time. أحيانا ساعات بتكسب 4-0 الماتش اللي قبله. What can I say? The last three games you scored 7 goals.
الكل اقدر اقول اخر اخر ماتشات جبنا 7 اجوان ودخل فينا جون واحد. ما اعتقدش ده مش وحش، يعني هو بيقول لحياتك ان هو After the game, score 7 and go. That's not good. That's very bad. That's not good. That's not good. I know he wants 10-0. I know. I know that you want to be 10-0. But I don't have. But it doesn't work. How? We just want to feel the pressure. That's okay. خلاص. We are human beings. إحنا بني آدمين. We feel the pressure. عليها ضغوط برضه بحس بالضغوط. Can't say there is no pressure. ماناش نقول مفيش ضغوط علينا. I can tell you that you don't have pressure. I give you a nice statement and I lie to you. ممكن اقول حياتك واكذب عليك واقول لك كلام كويس تصريحات كويسه واضحك عليك. But who does not have pressure? بس مين مفيش عليه ضغط؟ If you're fighting for the title. لو انت بتصارع وتقاتل عشان تاخد اللقب. اي حد عليه ضغط طبيعي عليه ضغط. We all know that one mistake from us the title might be gone. احنا عارفين ممكن خطا واحد بس بين في ماتش ممكن اللقب يروح منك اللقب الدولي. So as everybody fighting for the title. نسكو زي اي حد بيقاتل بينافس عشان خاطر ياخد اللقب. And you never know. ومحدش يعرف ايه اللي هيحصل. So God knows. ربنا وحده يعلم. Okay, as long as we win our matches. طبعا بنكسب ماتشاتنا ماتش ورا ماتش ده اللي محتاجين نركز فيه في ماتشاتنا. فلازم علينا ضغط زي ما قال حاج. Okay حبيبي. Okay. Thank you. اولاده كانوا موجودين وحسبنا مفكرا يعني يجوا بعد كده على حاجه. Please invite you.